السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي معتبره، وصفه اقتصاديه سهله بدون مواد حافظه تقدر توجدها في البيت ديالك، وهي المايونيز ببيضه واحده فقط، يعني بيضه كامله كتخرج لك هذه الكميه. كتقسميها، بامكانك تحتفظي غير بالمايونيز الناتيو بوحدو، اولا كتخرجي منها ثلاث انواع ديال الصلصات، كيجوا رائعين لذاذ، كيتمشاو مع التاكوس، مع السندويتشات، مع الاسماك، مع المشويات، مع لي سالاد، مع بزاف الوصفات اللي غادي ينفعوك فيها هاد لي صوص. كيجوا الصراحه رائعين. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تحرمونيش من لايكاتكم واشتراكاتكم، تبعوا معايا الفيديو الى الاخير ولايك. غادي نبداو على بركه الله. كنحتاجوا بيضه كامله كما كتشوفوا بدرجه حراره المطبخ. هاد درجه حراره المطبخ مهمه بزاف، الا جبتها من الثلاجه ديروها في مويه دافيه باش تاخذ الحراره الطبيعيه ديالها. كنشدو غيسيبيون اولا غراف ولا زلافه البلاستيك، كنهرسوا البيضه ديالنا، البيضه كامله، ما كنديروش صفار، وكنحتفظوا بالبيض، البيضه كامله تكون كبيره الحجم اولا متوسطه الحجم، هي بيضه روميه. وغادي نحتاجوا لهذا المايونيز، يعني وصفه سهله اقتصاديه صراحه، وكتخرج كميه كبيره. بالنسبه للوصفه غادي نحتاجوا فيها كاس ونص ديال الزيت، وغادي نحتاجوا لا موطارد، الثومه، المعدنوس، الحامض المصير، الكيتشب، البزار مليحه، فقط هادشي اللي غادي نحتاجوا. درت معلقه صغيره عامره ونص ديال لا موطارد على البيض ديالنا، وشويه الملح، الحامض درت نص حامضه، عصير نص حامضه، كنعصرها مزيان باش وكنديروا يدينا باش دوك العظام ما يطيحوش لينا في المايونيز، لانهم كيطلقوا المروره باش ما تجيناش المايونيز ديالنا مره. بامكاننا نعصروه قبل، انا عصرته قدامكم، كنديروا غير هذه الطريقه كيجيني ساهل. هاتي تقريبا معلقه كبيره ديال الخل ديال الحامض، ديروا اي خل كما كان، المهم معلقه كبيره ديال الخل. وغادي نطحنوا المايونيز ديالنا مزيان، انا درت المايونيز كامله قدامكم بدون مونتاج باش تشوفوا الطريقه، باش ما تقولوش بانني زدت شي حاجه ولا شي اضافات. هذه الطريقه ديالي دائما كتنجح معايا، كتجي سهله ورائعه، وكتعطيني كميه كبيره كما غادي تشوفوا في الفيديو. صراحه يعني حاجه ديال الدار بدون مواد حافظه، ناكلوا حنا مطمئنين، عارفين شنو دايرين فيها، دايرين فيها مواد نقيه، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي شيميك، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي مصنعه، كلشي طبيعي، كلشي ديال الدار، زويته روميه، بيض، موطارد، ثومه، معدنوس، يعني كلشي داكشي زوين، يعني بامكاننا نعطيو لوليداتنا وحنا مطمئنين، ما نبقاوش نشريو المايونيزات الواجدين اولا ليس الصلصات الواجدين، ما عارفين اشنو فيهم، يعني ما فيهم حتى شي حاجه طبيعيه اصلا، كلشي كيكون مصنع، يعني كندخلوا غير المصائب والكوارث لديورنا. انا ضد، انا الكيتشوب كنشري، ولكن كنشري هاد الماركه امورم بدون مواد حافظه، هي اللي كنشري، ما كنشريش العاديه، لانه راكم خبر فراسكم، هضره فراسكم. المهم انا درت الزيت، كنقربها مزيان، اللي من بعد غادي نعاود نزيد نص كاس ديال الزيت باش تطلع مزيان. صراحه غير بهاد الطريقه يعني كتطلع سهله سريعه ودغيا كتوجد. كنستمر هكا كنميكسيو مزيان المايونيز ديالنا، من بعد غادي نزيد نص كاس ديال الزيت. بهاد الطريقة صافي، هي غير كاس ونص فقط، كتهز كاس ونص ديال الزيت هاد المايونيز، وكتخرج الكمية ما شاء الله، غادي تشوفو دغيا كتطلع، يعني في دقائق كتطلع. كاين كاع الصلاد واجده، يكون كتجي مع الحوت مقلي، مع الشلايض، مع المشويات، مع السندويتشات، مع بزاف ديال الحوايج، يعني كترافق بزاف الاشياء، وكتصبر في الثلاجه، لان فيها الحامض وفيها الخل، راها كتصبر في الثلاجه، ما تخافوش منها، كتصبر حتى الاسبوع اللي درتو فواحد القلعه، كتصبر مزيان، ما تخافوش منها. انا هاد الكميه يعني بدات تقريبا غادي لي اسبوع. كما شفتوا كتجي واقفه عاقده وزوونه، كتجي رائعه، هذه طبيعيه ما زدت عليها حتى شي حاجه،
هذه من بعد غادي نقسمها على ثلاثة كما غادي تشوفوا في هاد الزليفات بحال هكا. وغادي نديرهم يعني ثلاثة الصلصات بنكهات مختلفة. انا الفيديو ما قطعتوش باش تشوفوا يعني بان المايونيز راه ناجحه 100%. مع بزاف الناس كيتخوفوا كيديروا غير صفاره البيض، لا ديري بيضه كامله وديري هذه الطريقه راه غادي تخرج لك ناجحه 100% بدون شك. هذه اللي بقى نقسمت وهذو اللي بقى غادي ندير فيهم الثوم والمعدنوس. بامكانكم ديروا غير مايونيز طبيعي ناتور، انا غادي نخرج منها منكهات ولا كندير على اضافات لان الكميه كبيره يعني ما كاينش لاش ندير وحده ناتور. انتم على حسب الذوق ديالكم كنزيد غير نص شويه المطر غير نص معلقه وغادي نمكسيها مزيان الثوم والمعدنوس غتولي اللون ديالها اخضر ورائع صراحه. هذه كترافق بزاف المشويات. غادي نمكسي مزيان وغادي تشوفوا انا غادي نخليكم تشوفوا الفيديو كامل. نتمنى يعجبكم ومش من لايكاتكم واشتراكاتكم. جربوا هاد الوصفه رائعه اقتصاديه سهله وزوينه وفرجه ممتعه. مع السلامه.